شیخ علی حاتم سلیمان امیر قبایل دولیم. جنایات سازمان یافته علیه علمبار و فلوجه به دستور اربابانشان در ایران انجام می شود. مالکی دیگر هرگز بر عراق حکومت نخواهد کرد. و انما تقوم به قوات المالك الغاشمه و ميليشياته الطائفيه باوامر تصدر من اسيادهم في ايران هي جرائم منظمه تستهدف ديننا وعقيدتنا وكرامتنا ودماؤنا واعراضنا وديارنا وممتلكاتنا. ان الدماء الطاهره التي سالت على ارض الفلوجه ارض التحدي والصمود جراء القصف الهمجي والبربري بالراجمات والمدفعيه والصواريخ والبراميل المتفجره يعد اكبر شاهد على فداحه هذه الجريمه وعظمها. لذلك توجب على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته القانونيه والاخلاقيه ومن خلال المنظمات والهيئات الدوليه وفي مقدمتها مجلس الامن ومن المنظمات الدوليه للامم المتحده والاتحاد الاوروبي والجامعه العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي لرفع الحيف والظلم عن ابناء محافظتنا الذين لم يرتكبوا جريمه بحق احد. إننا إذ نقف هذا الموقف فإننا نحذر قادة العمليات العسكرية مما سيترتب على ارتكابهم جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان واستهانة بالدماء والمقدسات والممتلكات. فإننا سنلاحقهم جميعا بكل ما أوتينا من قوة وإنهم لن يفلتوا من الموقف أمام العدالة وإن المحاكم الدولية بانتظارهم. أما بالنسبة لما يشاع على لسان البعض بأن هناك مبادرات جرت على أيدينا وبالاتفاق مع أطراف حكومية فإن جميع ذلك محض افتراء وكلام عار عن الصحة ولا يمكن لنا أن نتحرك أو نخطو خطوة بأي اتجاه دون الرجوع إلى الثوار وجميع فصائل المقاومة التي تنضوي تحت رايتنا وتلتزم بتوجيهاتنا والذين هم الآن جميعا سادة الموقف وهم الذين حملوا أعباء القضية مضحين بأرواحهم من أجل رفع الظلم والحيف عن أبناء جلدتهم. لا يمكن لها الأنبار وعشائر الأنبار الشريفة أن تحتضن مجاميع إرهابية ولكن المالكي وحكومته وأذنابه في الأنبار دائما يشرعنون بوجود داعش. ليش؟ حتى يجيبون المؤتمر مكافحة الإرهاب اللي عقدوه ويحصلون على دعم دولي باستمرار العمليات العسكرية والتغطية على فشل الجيش والقوات اللي طبت الأنبار وما قدرت تسوي شيء. ولكن إيران تريد عبر هذا المشروع أن تفتح خط الأنبار والوصول إلى سوريا ولن يتم رغم أنف حكومة المالكي ومن يتبع المالكي لن يتم. وهناك رجال وأنا حذرت المالكي وحكومته من بداية الأمر قلت سيكون رد قاسي وراح أقولها والله إن ما انتهى وسحب ما تبقى من الجيش سيتم إسقاط العملية السياسية في بغداد. إحنا أصحاب حق ما رفعنا السلاح في وجه أحد سنة من السلمية وما زلنا نقول نريد حل وما زال الباب مفتوح للحل ولكن أين الحل برأيكم؟ انتخابات جرت على جثث أبناء الأنبار انتخابات وصناديق وعملية سياسية ما انتخت ولا استحت أمم متحدة أو من منظمات المجتمع الدولي عندما تجي وتشوف العوائل جاعدة بالعراء وتهجمت بيوتها مرحبا يا العملية السياسية. الأنبار ستأخذ حقها بأبنائها وشرفائها وثوارها بس ما ينتهجها نظير السوري وكلاهما مربوط بإيران. نشوف هو هذا عجز انه عزة هذه الآلة العسكرية التابعة للمالكي ان تقدم شيء على الارض. والمصيبة انه ما جاي يفهم هذا الرجل، ما جاي يفهم حقيقة ما يجري على الارض. اما حقيقة الامر وبرقم دقيق اقدر اعطيك اياه، قبل شهر كان هناك العدد الفعلي اللي وصلنا ومنهم هذا مو من عندنا احنا 6000 قتيل من الجيش، الان تجاوز 7500 قتيل. وبالتالي اقول لكم قضيه مهمه، العراق لن يحكم المالكي، واذا ما حكم المالكي وهذه رسالتي الى السياسيين، اذا ما حكم المالكي دوره ثالثه اقرأ عليه السلام.